الرخصة الذهبية مصطلح بنسمعه كتير خلال السنة اللي فاتت، وخصوصا الأسابيع الأخيرة، في توجيهات رئاسية وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء لكل الجهات المعنية بالإسراع والتوسع في منح الرخصة الذهبية. يقدر المستثمر ان هو في خلال وقت قصير جدا جدا ان هو يقدم كل الورق، كل المستندات بتاعته، وربما كمان بيحملها الكترونيا على الموقع خاص مثلا بهيئة الاستثمار، وهي اللي بتتولى هذا الامر، وبعض المشروعات بتمنح رخصة ذهبية. وصل عدد من تم اصدار ليهم رخصة ذهبية من الشركات حوالي 22 شركة او 22 رخصة ذهبية صدرت حتى الآن. الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار استقبل حوالي 65 طلب تأسيس شركة بشكل إلكتروني. انتهى من خلال الموقع 30 شركة، أو انتهت 30 شركة من تأسيس كل الشركات، أو يعني استفدت كل الأوراق، وبالفعل أسست هذه الشركات 30 من 65 طلب. الباقي لسه، يمكن مثلا في طلب معين، يمكن في حاجة مش واضحة في الطلب، فبيستفي أو بيستوفي هذه الشروط أو هذه الأوراق المطلوبة ويرجع تاني يحملها على الموقع. شيء الحقيقة خطوة مهمة جدا عشان نكون في مصاف الدول أو الاقتصادات اللي هي في ساعات قليلة جدا يقدر أي واحد عايز يأسس شركة بشكل مشروع جدا أو بشكل متعارف عليه يقدر يأسس شركته في دقائق قليلة، وكمان أن هو يمنح الرخصة الذهبية. نشوف التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم نستطلع رأي المستثمرين في هذا التوجه. إحنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. الرخصة الذهبية موافقة حكومية واحدة فقط على إقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة لها، والتي تتم عن طريق استخدام رابط إلكتروني عبر شبكة الإنترنت لتسهيل تسجيل الشركات، وتكون الموافقة على الرخصة الذهبية النافذة بذاتها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. وخلال الأشهر القليلة الماضية ساهم إطلاق منظومة الرخصة الذهبية في جذب استثمارات عديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ووصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى نحو 22 شركة، كما تم استقبال 65 طلبا منذ إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات في أغسطس عام 2023، وتم الانتهاء بالفعل من تأسيس 30 شركة، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات من أجل التأسيس، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات. ووفق قانون الاستثمار في مصر، فإنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من مصر، طارق أحمد.